وقد أعلنت هيئة الوساطة والحوار في الجزائر الشروع في حوار يسمح بالوصول إلى حل توافقي لحل الأزمة السياسية الراهنة، مشيرة إلى أنه يتم حاليا التحضير لعقد ندوة وطنية سيتم من خلالها تشكيل هيئة تنظيم الانتخابات، فضلا عن إعداد خارطة طريق للفترة الرئاسية المقبلة ما بعد فترة انتقالية. التسريع بتنظيم الانتخابات الرئاسية في الجزائر، هذا ما أفضى إليه الاجتماع الأول للهيئة الوطنية للحوار والوساطة مع 20 ناشطا في حركة الاحتجاج الذين يمثلون 4 ولايات. المجتمعون اتفقوا على تنظيم الانتخابات الرئاسية سريعا لكن دون تدخل حكومة نور الدين بدوي، كما دعوا إلى تشكيل هيئة مستقلة لتنظيم ومراقبة تلك الانتخابات. بعض المشاركين بالاجتماع أكدوا ضرورة بقاء رئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح في منصبه حتى إجراء الانتخابات الرئاسية، لأن رحيله يشكل خطرا على استقرار الجزائر، رافضين دخول البلاد في مرحلة انتقالية أثبتت عدم جدواها خلال فترة التسعينات من القرن الماضي. وبحسب مسؤول هيئة الحوار فإن اللقاء المشار إليه سيتبعه لقاءات أخرى مع نشطاء آخرين من الحراك الشعبي والطلبة وشخصيات وطنية وحزبية، بحثا عن حل للأزمة السياسية الراهنة بالجزائر، مشيرة إلى أن فترة ما بعد الانتخابات ستشهد مراجعة دستور البلاد. الفترة الرئاسية المقبلة لا يمكنها أن تكون إلا فترة انتقالية، سوف تجري خلالها مراجعة عميقة للدستور. ورغم أن مساعي الحوار الوطني بالجزائر حظيت بمباركة بعض الأحزاب السياسية وعلى رأسها حزب جبهة التحرير الوطني، إلا أن أطرافا من الحراك الشعبي بالبلاد ما زالت على موقفها الرافض له وللمقترح التعجيل بتنظيم الانتخابات الرئاسية. وتأتي تلك التطورات بعد تجديد المؤسسة العسكرية في الجزائر رفضها لفكرة الشروط المسبقة التي تقدمت بها لجنة الحوار إلى السلطة الحاكمة بالبلاد، ووصفها رئيس الأركان الفريق أحمد قايد صالح بالإملاءات.